قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. أمسكوا يعني اتكلموا ولا سكتوا؟ سكتوا. لذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وأجمع أهل السنة والجماعة على الإمساك فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلمون عنهم ولا عن معاوية. عليك الله أرجع عليهم كتاب. الآن ممن ينتسب إلى السلفية ويقع في الصحابة وفي معاوية، من هو جماعة؟ محمد مصطفى عبد القادر يقع فيهم، وده مبتدع ولا كرامة. ليه مبتدع؟ لأنه خالف أصلا ونصح ولم يقبل، لأنه خالف أصلا ونصح ولم شنو؟ ولم يقبل. هو البراء قال جوني الشباب، قال لي تتوب من الكلمة دي. جوني أثبت إنه جو ولا ما أثبت؟ وقالوا لي تتوب ولا ما قالوا لي تتوب؟ ناصحوا إذن ولا ما بلسانه ذاته؟ قال ما بتوب أهبت دعني. هو براء قال ما بتوب أهبت دعني. خلاص أنت مبتدع، ارتحت ولا ما ارتحت؟ مبتدع من غير أي زعل. الزول لا يا جماعة مبتدع، ما بدعته وقع فيما شجر بين الصحابة بالباطل. ووصف معاوية بأنه كان يدعي أنه أولى بالخلافة من علي وقاتله على ذلك رضي الله عنه، وهذا كذب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باللفظ، بهذا اللفظ في الفتاوى في الجزء 35 آخر كتاب، اسمه قتال أهل البغي، آخر كتاب منه وثاني كتابين عبارة عن فهارس، قال: ومعاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع له بها، إلى آخر كلام، بل لفظة كذي، بل لفظة بتلقاه كذي. قال: ومعاوية لم يدعي الخلافة. وذا قال ثبت لنا بالنقل الصحيح أن معاوية كان بيدعي. كذاب مبتدع. للأسف الشديد البرجل منهم بيقول عنده تأويل، البرجل ذاته يغلطه بيقول عنده شنو؟ زي العدسي، والعدسي في مجلس خاص يقول محمد مصطفى ده أحمق أحمق، وما منعنا من الرد عليه إلا إنه المسألة دي ما تنتشر في العوام. تنتشر أكثر من كده كيف؟ أنت براك عارفه أحمق وتقول أحمق، وفي الملأ تقول عنده تأويل. ولو فتح باب التأويل على مصراعيه لجوز الناس العادة السرية وقالوا عندنا فيها تأويل، والرواية لفلان من الأئمة، ولقام الناس من الصلاة من غير تسليم وقالوا هذا مذهب أبي حنيفة، نتم التشاهد نقوم طوالنا ما في سلام. ولوقع الناس في المنكرات ومن أخذ برخص العلماء تزندق. ولذلك أي زول يقول عندي تأويل خلاص يخلوه، وهل ده دفاع على الحق؟ ناس عندهم تناقض. لذلك من علامات أو من أصول أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة. أما الحزبيون يتناقضون، يتناقضوا يقولوا الشباب نحذر منهم، شباب دعاة فتنة. ليه؟ تكلموا في العلماء، العلماء منو؟ واحد ما في عالم، هواري ما عالم، خالد عبد اللطيف ما عالم، عبد الرحمن حامد ما عالم، منو محمد مصطفى ما عالم وقليل ادب، ومنو علي عطا المنان ما عالم وجبان، جبان جبان يعرف الحق، جبان من اجبن دعاة الجماعة علي عطا المنان وكمال الدين الزنادي، من أجبن الجماعة، يعرفان الحق ولا ينطقان به في الملأ. وكثير من هؤلاء الدكاترة والمشايخ
إذا جالستهم في مجالسهم الخاصة يتكلمون بكلام، وفي مجالسهم العامة يقولون أشياء، وصدق الله قال في سورة النساء ويقولون طاعة. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم فأعرض عنهم. أنطقوا بالحق يا أخي. خالي عبد اللطيف عامل فيها ما يعني زول بس يعلم الناس وكذا وكتب وكذا وكذا، لمن جاء في موضوع الهواري قام وهج هج في الصحابة، لبت سهي في الهواري هج في الصحابة لبت سهي كلهم قالوا الشباب ديل هاجموا العلماء أغلبيتهم، ولذلك يحذر منهم. ما عندهم بدعة الشباب، ما يقدروا يطلعوا لهم بدعة واحدة، ما في بدعة واحدة، ما في جريمة أخلاقية واحدة، ما في ما في وثيقة واحدة، لأنه في زول بيديهم مرتب ما في، بل بألسنتهم يقولوا فلان سجنوه لأنه تاجر في السوق، فلان أستاذ تأكل من وين؟ طباشير أو تأكل، فلان عتالي في السوق شكرا أوك وماشين. عارفين جريرة الشباب أنهم طعنوا في مشايخ الحزبيين المبتدعة وبالحق، ومع ذلك هؤلاء المبتدعة من الحزبيين من كبارهم وصغارهم لا يجرؤون على مهاجمة محمد مصطفى هجوما صحيحا يرضي الله ورسوله والمؤمنين ويثلج صدر السلفيين، لا يستطيعون ذلك مع أنه وقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقدروا ما يقدروا يهاجموا. ولذلك إلى الله المشتكى وعند الله تجتمع الخصوم. الأصول كثيرة جدا والعلامات، ولكن هذه بعض الوقفات، ولنا وقفات أخرى إن شاء الله تعالى. ورسالة أخيرة أبشر بها الحزبيين ذل والصوفية والإخوان المسلمين والسرورية والدواعش والروافض والشيعة حزب التحرير وجميع الجماعات، خلقنا الله تعالى لعبادة الله، ومن عبادة الله أن نكشفكم، والله الذي لا إله غيره، وسنظل إن شاء الله تعالى نكشفكم كشفا عظيما حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، أو يريد الله أمرا غير ذلك، إرادة كونية لا شرعية، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا نكتف ونشوف تنواصل كذي إن شاء الله تعالى إلى الموت، وجازين نخسر أي زول في الدرب ده، أي زول من الأولاد من الشفع في البيت ليه قدام ودوتنا إبراهيم عليه السلام، أي زول نخده قدام شفته ويقف قدام الدين ده رفعوا الأذى عن الطريق صدق نيدعوا جد عن الطريق، قزاز وحجار وشوك كله.